ماشي. قلبي نقش 14 نور على بابه وجب الرب كتب آية كتابه. قلبي نقش 14 نور على بابه وجب الرب كتب آية كتابه. قلبي بغرامه يعلن هيامه حب الإمامة رغم الملامة. امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي. فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ماخذ اعتقادي. حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي اشهد فاطمة المسند. حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة. أزهر بجلاله بالحسن ينفتن يوسف بجماله. الهاشمي بالكرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله. للحسين أنا انتمي هو كل نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي. أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي. عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك. هجرك ندامة قربك سلامة قربك سلامة هجرك ندامة. العبادي سجدته عشقته عشقي امتدادي. ما ملت عن درب سيد وعمادي. روحي للباقي التوت وادعو في صلاتي بقرب قلب العشق خلي يغطي ذاتي. جعفر الصادق هو فرقته مماتي ديني من دون عدم مذهب امنياتي. يا عادليني علمني ديني ثبت يقيني نور على عيني. قلب اعتصام رفعت مقامه رفعت مقامه قلب اعتصام. يا للهيامة يا للهيامة
خفت انغلب ضاع من النتائج صاب بالموسى الرضا طاير بجناحي قبته خجل الشمس تطلع بصباحي بالجواد انا شفت بلسم الجراحي جوده شلال ونزل يملا النواحي شفته وهويته يا ذكرى بسعدك فاسعدينا أزيل الهم عنا وافرحينا لمولد من إليه الروح هامت ترفرف حوله حينا فحينا عليه ملائك الرحمن صلت بمحراب الخشوع مكبرينا فحور العين في الجنات خرت إلى الرحمن شكراً ساجدين كأني بالرسول ومرتضاه مع ابنته البتول مهلهلين جميع الأنبياء أتوا حشوداً بباقات الزهور مهنئين بمولد من رضت عنه الأعادي فكيف رضاه عند الأقربين علي يا ابن موسى يا إمامي شفيع ذنوب كل المذنبين أتيت الشعر مداحا ولكن هجاني الشعر هجو الغاضبين نأى عني وقال أنا صغير بحوري لا تمس الأكبرين فذاك إمامك الجبار بحر ولم أر في البحور له قرينا فإن يطمي أصير به غريقا وإن جزرت مياه أصير طينا ويكفي أنه إن قيس فردا بكل الناس مثله لن يكونا ومن إحسانه روى قفارا فأضحت أجمل الأرض نزينا ففي برك السباع وإن رموه تقبله الأسود مبصبصينا علي يا ابن موسى يا إمامي شفيع ذنوب كل المذنبين ألا فأدر رحاك على ذنوبي وكسرها وصيرها طحينا أتيتك والبياض بلب قلبي تحمر من نواه لكم حنينا سمعت بما سمعت لكم كلاما وترويه الثقات محدثينا ألا من زارني عن بعد ميل أكون له إلى الخلد الضمينا وها نحن رسونا ببحر جودك فأرجعنا بالعطايا منك محملينا السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله الإمامة في النفوس توقدا فجلى بطلته الظلام الأسودا بشرى لكل المسلمين أزفها في يوم ميلاد الرضا نجل الهدى قد كرم الله العباد بسيد شرفا به الفردوس باهت مشهدا يا رب فاجعل حبه ذخرا لنا يوما به نلقى النبي محمدا يا ليلة الميلاد بدرك مشرق فالكون روض بالمدى
وهبام جمور الضوم في يوم ميلاد الرضا نجل الهدى آمالنا طرة به تتحقق يا أرض قوس فوق تربك سيد لولاه أرواح البرايا تزهق قل للذي والى عليا مخلصا يوم الجزاء بالصالحين ستلحق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على الزهراء، السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وأيضا مشاهدي قناة العتبة العلوية المقدسة، حياكم الله ومرحبا بكم من أرض النجف الأشرف، من أرض الغري، من حضرة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأنتم تشاهدون هذه الزينة ولافتات الفرح إيذانا وإيمانا وبهجة وسرورا بمولد الإمام الضامن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، شمس الشموس المدفون بأرض طوس اليوم تكتحل العيون كلها بهذه الفرحة الكبيرة في كل بقاع العالم، تقام الأفراح بهذه المناسبة العظيمة. فنبارك لكم أحبتنا المشاهدين مشاهدي القناتين هذه الفرحة وهذه الولادة العطرة، ونتمنى أن تكونوا أنتم فرحين مثلما نحن فرحين بهذه المناسبة. بإمكانكم أداء الزيارة والدعاء من خلال أرقام هواتفنا التي ستظهر إن شاء الله على هذه الشاشة المباركة لأداء الزيارة والدعاء وأيضا تقديم التهاني والتبريكات إلى الإمام صاحب الأمر الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف، وإلى مراجعنا العظام وإلى كل المؤمنين في كل بقاع العالم. عندي أول المتصلين الأخ الدنيا من بغداد، أرقام الهواتف إن شاء الله ستكون ظاهرة وجاهزة أمامكم. دنيا، دنيا من بغداد. إمام الرضا، دنيا، دنيا نهنيكم، سلام عليكم، نهنيكم بولادة الإمام الرضا عليه السلام، شمس الشموس وقائم الحجة وجميع العلماء والسادة، حياكم الله، شمس الشموس، حياكم الله ومرحبا بكم. نبارك لكم أيضا هذه الولادة العطرة، ونتمنى أن ترزقون زيارة الإمام الرضا إن شاء الله. أحمد آمين رب العالمين. السلام على أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك. نعم تفضلي، سلمي على أمير المؤمنين وقدم التهاني، باركي لأمير المؤمنين. يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، إنا توجهنا واستشفعنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفعنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفعنا عند الله، نادي علي مصار العجائب تجد معونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجد بولايتك يا علي يا علي يا علي. أبسطت يا سامينة إن شاء الله. احنا قبل لا نستعجل انه نسجل اسامينا، خلي نزور بكلمات طيبه، نبارك لامير المؤمنين، نبارك لامه، نبارك للزهراء ولاده الامام الضامن الامام الثامن الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام. اليوم كما تشاهدون وقبل قليل شاهدتم لقطه جميله جدا حقيقه انا وصلت وشاهدتها معكم، وهو اكتمال القمر بهذه الليله المباركه. يوم امس احتفلنا بولادة الإمام الرضا، واليوم أشاهد القمر مكتمل وكأنه السماء أيضا تحتفل وتبتهج بهذه المناسبة. نعم تشاهدون زوار أمير المؤمنين وتشاهدون اللافتات ماذا خط عليها وكتبت آيات وابتهاجا واحتفالا بهذه المناسبة العظيمة. نعم يا دنيا،
شكرا شكرا لكم. عند اتصال اخر على الاخت آية من الدجيل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. متباركين بولادة سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى رضا أبا الحسن. إن شاء الله لهنأكب بهذه الولادة الميمونة وأسعد الله أيامنا وأيامكم. حياكم الله ومرحبا بكم. نبارك لكم أيضا هذه الولادة العطرة. إن شاء الله الله يرزق زيارته بالدنيا وشفاعته بالآخرة. وهذا القمر مكتمل والمخرج استجاب طبعا. هذه الليلة المباركة وليلة رائعة وعظيمة منتصف الشهر من شهر شوال شهر ذي القعدة عفوا المبارك. وما أجملها من لقطة وما أجملها من فرحة. نتمنى أن هنيئا لمن يحيي هذه الليالي في مشهد المقدسة. لنا زملاء وأخوة وأقارب وأصدقاء. أي والله. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى رجيعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك وعلى الملائكة الحاسين بقبرك الشريف. السلام على الحسن والحسين. السلام على فاطمة الزهراء. السلام عليك يا فحل الفحول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام على قائد الغر المحجلين. السلام على أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب. السلام على يعقوب الدين. السلام على النبأ العظيم. السلام على صاحب الفقار. السلام على حيدر الكرار. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله. نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم اقضى حاجة كل محتاج. يا رب ما عدا ذرية بالذرية الصالحة. يا رب ارزق بزيارة أمير المؤمنين أبو الحسن علي أستاذ أحمد. ممكن تسجل أسماء؟ نعم خادم لكم إن شاء الله. خادم الحسين الشهيد إن شاء الله. اسم والدتي اسم والدتي المرحومة ليلى. نعم. وبيبيت المرحومة زهرة والمرحومة العلوية خلود عبد الرزاق والطفل عباس ابن كاظم والطفل حسن ابن محمد والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر. يا علي يا ابن موسى زيارة وصلاة ركعتين وان شاء الله يقضي حوائجكم ويشافى مرضاكم بحق علي ابن موسى ورضا كاتب قناة كربلاء. والسلام شكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا علي ابن موسى الرضا يا باب الحوائج يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها الإمام الرؤوف سلام الله عليك سيدي يا مولاي يا غريب طوس. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا القمر يقترب من الاسم. القمر يقترب من علي بن موسى الرضا. نعم قبل قليل عندما دخلت إلى أمير المؤمنين إلى الضريح المقدس لأؤدي الزيارة قبل البرنامج قرأت قول لرسول الله صلى الله عليه وآله بحق أمير المؤمنين. يقول علي فيكم مثل علي فيكم كالنظر إلى ستر الكعبة. النظر إلى ستر الكعبة عبادة والطواف حول الكعبة فريضة. هكذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عند الأمة. وهكذا يصفه رسول الله النظر إلى مثل علي كالنظر إلى ستر الكعبة أو أستار الكعبة. النظر إليها عبادة والطواف حولها فريضة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. إذا ننظر إليك يا أبا الحسن يا علي ونطوف حولك دائما نبغي الشفاعة يا أمير المؤمنين. سلام الله عليك. اتصال عندي عند اتصال إلى أم حسان من بابل. سلام عليكم أم حسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله.
السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. يا علي يا علي. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أبا الحسن أم حسان، أبا الحسن أمير المؤمنين يكنى أبا الحسن، الإمام الرضا يكنى أبا الحسن، الإمام العسكري يكنى أبا الحسن، الإمام الهادي أيضا يكنى أبا الحسن. ما أجمل هذا الاسم. مبارك لكم ولادة الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا سيد ويا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك وعلى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. سلام الله على الزهراء والحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيد مولاي أبو الفضل العباس حامل لواء الحسين. السلام الله على قمر العشيرة مولاتي زينب الحوراء جبل الصبر. السلام على سيدتي مولاتي أم البنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله نادي علي المظهر العجائب تجدها عونا لك في النوائب كل هم وغم. هذا الدعاء والله يستجيب. اي نعم فعلا هذا الدعاء هذا الدعاء. وايضا هناك دعاء دائما نذكره في البرنامج، رجل جاء الى الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن رسول الله لي حاجه، علمني دعاء، عندي مشكله، عندي هم، اريد في الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب لي. فعلمه هذا الدعاء اللي هو باسم علي، نادى علي المظهر العجائب بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. في اليوم التالي جاء هذا الرجل وهو مبتشر، فسأله الإمام قال له ما وراء؟ قال لقد قضيت حاجتي يا ابن رسول الله، مجرد رفعت يدي إلى السماء ودعوت بهذا الدعاء. فقال إنه دعاء، أو إنه لو تعلمون إنه لعظيم، يعني هكذا قال الإمام الصادق سلام الله عليه. هم الدواء هم الشفاء، ما عندنا غيرهم. الله كلنا نستجيب بهم. الله ان شاء الله يستجيب دعاء كل مستجيب ان شاء الله. اي والله عد ما واحد يستنجد بالزهراء. الله يا سيدي ويا مولاي، والله ما عندنا غير ولا طبيب يفيد ولا والله. يعني عد ما نقول بالسر المستودع فيه، هناك سر عظيم جعله الله تبارك وتعالى عند الزهراء لا يعلمه إلا رسول الله وأهل البيت. هذا السر العظيم، عندما نقول السر المستودع فيها، ماذا أودع الله في الزهراء سلام الله عليها؟ الزهراء هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على رضيعك آدم. قسم لو تعلمون عظيم، هكذا قال الإمام الصادق، إنه قسم لو تعلمون عظيم. سيد أحمد رحم الله وازيكم الله، يعني ما لو ما يا الله بقلوبنا تنفتح اليوم الزياره وحق الله. شوف هذه العباره، عالم آل محمد الامام الرضا، احفظوها، هذه القاب، هذه فضائل علي بن موسى الرضا، خلي نحفظها، خلي نعلم انه بماذا يوصف الامام الرضا. هذه الكلمات عندما تظهر لكم في الشاشه علينا ان نحفظ هذه الكلمات، مثل ما نحفظ عن أمير المؤمنين، عن الحسن، عن الحسين، أيضا نحفظ عن الإمام الضامن، يسمى بالضامن. دائما نقول بضمانتك يا سيدي يا مولاي عندما نزور الإمام الرضا. نعم شكرا لكم. بلاسم من الديوانية، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك على حجة الله على عباده وخلقه. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سلطان الأنبياء. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا صحن الفحول. نهنيكم بالولالات العطرة بمولد عدد الموسى الرضا، ونهنيكم بولادة السيدة فاطمة المعصومة. نهنيكم جميع الأمة الإسلامية. أحسنتم، وأنا أيضا بدوري نيابة عن كل الأخوة كل الكادر أيضا أبارك لك ولكل المؤمنين هذه الولادة العطرة. الله يبارك بكم ومشكورين على هذه الخدمة. الله يسلمك بخدمتكم إن شاء الله. الله إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أدخل من بواب نزور وهو بيته.
الله يسلمك يحفظكم الله، شكرا لكم. بس استاذ احمد ممكن نسجل الاسماء؟ نعم بنات كاظم. نعم خدمتكم. وسليمة كاظم. نعم. وسعام حبيب. نعم. وباقر جوال وفارق جوال وفاهم جوال. شكرا لكم، شكرا لكم. وصلاتك كثير. شكرا لكم، نسأل الله القبول لنا ولكم. الإمام الضامن، الإمام الضامن فقط أسأل هذا السؤال، لماذا لقب الإمام الرضا بالإمام الضامن؟ هناك قصة إلى أن أخذ اتصال يعني بنص دقيقة أو دقيقة واحد. لماذا لقب الإمام الضامن؟ كان هناك صياد يصطاد، فهذا الصياد اصطاد غزالة، غزالة صغيرة. فكان الإمام الرضا مارا من هذا الصياد، فاقترب منه وهمست هذه الغزالة مع الإمام الرضا، تكلمت مع الإمام الرضا، لم يفهم هذا الصياد، فقط الإمام الرضا فهم هذه الغزالة ماذا قالت له، فقال للصياد اطلق سراحها يعني الإمام لم يكن الصياد يعرف بالإمام الرضا أنه الإمام الرضا، فقال له كيف اطلق سراحها وأنا أصطدتها، فقال له أنا الضامن، خذني أسيرا حتى تعود لك هذه الغزالة، فقال له كيف تعود؟ قال له أنا أضمن لك أن تعود هذه الغزالة وأنا أسيرك حتى تعود. فذهبت الغزالة وبعد ساعة أو ساعات جاءت هذه الغزالة ومعها أمها وجاءت إلى الصياد، فعندما سأله الصياد سأل الإمام كيف فهمت؟ ماذا قالت لك هذه الغزالة؟ قال هذه الغزالة أعطتني عهد بأن تذهب تخبر أمها وتعود، وجاءت مع أمها تتوسل أن تطلق سراحها، فسمي بالإمام الضامن. عندها عرف قال له من أنت؟ فأخبره بأنه الإمام علي بن موسى الرضا، فأطلق سراح الغزالة هذه الصغيرة إكراما للإمام، لذلك لقب بالإمام الضامن. وتشاهدون بعض اللوحات هناك الإمام وهناك صياد، أحيانا نجدها في المساجد في دورنا في البيوت، هناك صياد يصطاد غزالة والإمام أيضا موجود بقربه. هذه قصة الإمام الضامن، لقب بالإمام الضامن. أم ميثم من الناصرية، سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا فحل الفحول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك يا حاضر كل شدة. السلام عليك يا حلال كل مشكلات. السلام عليك يا سيدنا مولانا يا سيدي يا كفيلنا إن شاء الله في الآخرة وفي الدنيا. اللهم إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، إلى الله يا وجيعا عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إلهي الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أنت شافي جميع المرضى إن شاء الله، وآني منهم، تقضي حوائج المحتاجين وإحنا منهم. الله يوفقكم يا يما، الله يحفظكم، الله إن شاء الله يديم هاي الخدمة علينا وعليكم إن شاء الله، ومطلين الإمام ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم إن شاء الله. شكرا لكم، نسأل الله القبول. وسجل أسمان رحم الله والديك إن شاء الله. شكرا لكم، نسأل الله القبول. يمكن انقطع الاتصال مع أم ميثم، نعتذر. أم علي من البصرة، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أجمل هذا المنظر وما أجمل هذه الزهور. السلام على فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام على الإمام الحسن ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام على تسعة المقصومين من ذرية الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على الحوراء زينب بطلة كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى أم البنين ورحمة الله وبركاته. أهنيكم وأهني الأمة الإسلامية بولادة علي بن موسى الرضا عليه السلام. علي المصر العجاز تجد معانا لك في كل النوائب كل هم وغم، سينزل بولادتك يا بحر علي. بحر العلم
حلو. يا رحم الله والديك، عندي اسم اريد تسجلهم ابي. انا اسجل، حاضر. اسم علي. نعم. لقضاء الحاجة. لقضاء الحاجة ان شاء الله تقضى حوائجك. وحسن لقضاء الحاجة ودفع البلاء. يا الله ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. شكرا لكم، نسأل الله القبول لنا ولكم ان شاء الله. حسين من واسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. السلام على أبي الأمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة. السلام عليك وعلى أخاك رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى الحسن والحسين. سيدا شباب أهل الجنة سيد أحمد، هنيكم والعالم الإسلامي بولادة الإمام أنيس النفوذ الإمام الغرير سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين أبا الحسن علي بن موسى الرضا الإمام الرؤوف. غربة الإمام الرضا أن تقضى حوائجنا بهذه الليلة يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. بحق الزهراء شرف فاطمة عليك يا أبا الحسن. يستاهل يستاهل الإمام الرضا هذا هذه الزهراء الطاهرة أن تقضي يا أمير المؤمنين. باقات الورود والزهور يا أبا الحسن والحسين. بحق الحسن بحق زينب الطاهرة. شكرا. أن تقضي حاجة تحال عند حاجة يقضي يا أمير المؤمنين. أنا أريد أقدم شكري نعم لمصوري قناة كربلاء. شلون نقول لقطات جميلة جدا. سجل اسم أخت صبيحة وسليم والعلوية أم محمد ومحمد سعيد وغدير وأم علي وحيدر وعباس وموسى تدعي لهم بالعافية. يا الله شكرا. الله يعطيك العافية. لا تنسان من الدعاء تدعي لي بالزيارة. يا الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا أحبائي الله يوفقك. أحبائي أنا أشكرك. يسلمك الله حسين. يسلمك الله. أنا في حضرة أمير المؤمنين سيد البلغاء سيد الأوصياء خليفة رسول الله أمير المؤمنين أبا الحسن علي، ولكن أنا فقط اليوم أستذكر وياكم زيارة علي بن موسى الرضا. هناك سر عجيب يا أخوان، والله عندما تقبل على الإمام الرضا وتدخل من أي باب من أبواب الإمام الرضا، من باب الرضا باب الجواد باب طبرسي اللي رايح يعرف ذلك، والله مجرد أن تدخل قلبك وروحك تشعر بأنها تسير أمامك بأمتار، تسابقك الروح يسابقك قلبك باتجاه الضريح بدون ما تشعر، يعني بدون أي شعور قلبك وفكرك وعيونك وعقلك كلها تتجه قبلك تسابقك بأمتار باتجاه ضريح علي بن موسى الرضا. هذا سر عجيب والله يا أخوان. عند اتصال أم عمار. سلام عليكم من بغداد. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والعلي يا أمير المؤمنين سيدي ومولاي. شرفتك يا أمير المؤمنين. السلام عليك سيدي ومولاي وعلى فاطمة الزهراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن يا علي. أهنيك سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا نبار الشموس. السلام عليك يا بعد روحي يا من روحك ومن سدى سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي. نبارك لكم نبارك الزهراء. نبارك لكم يا بعد أهلي وأهل أهلي يا من روحك ومن سدى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشفاعة لكم سيدي ومولاي. اللهم صل على محمد. السلام عليك سيدي ومولاي يا زوج البتول يا ابن عم الرسول يا صوب الدين. السلام عليك يا غصيم الجنة والنار يا أبو الأحرار. شفاعتكم سيدي ومولاي وليداتنا وين جميع أموات محمد المحكوتي وليدي وزوجي بنيابة عنهم أزورا وليداته وبنياته وزوجي بنيابة عنهم جميع شيعة أمير المؤمنين. إذ وليونك يمو علي سجل لي فاطمة بالسيد. نعم مريضة وطلعت من العمليات إن شاء الله الشفاء بحق محمد رحم الله والديك. تدوى لعيونك
سيد العويلي ابو عمار ان شاء الله السيد الشفاء ويداك اجمعين المنتبه ان شاء الله وزوجته وعويله مزفر وعويله يا الله يحفظك يا يما ويستر عليكم ان شاء الله ان شاء الله الشفاء العادل لك يا بعد روحي الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله عليك ولا ولا ان شاء الله ويديم هاي النعمه علينا شكرا لكم ايضا دعائنا الى اخونا ابو سلام ابو سلام من العباسيه من ناحيه العباسيه او قضاء العباسيه في محافظه النجف الاشرف اوصانا بالدعاء والزياره ان شاء الله اخونا ابو سلام ما ننساك من الدعاء ومن الزياره في حضره امير المؤمنين اخونا ابو سلام النحال من العباسيه من ناحيه العباسيه في النجف الاشرف كذلك دعائنا الى المرضى الى اخونا عبد الله ان شاء الله بالشفاء العاجل بحق محمد وال محمد عانى كثير يعني هذا الرجل مؤمن وخادم امير المؤمنين عانى الكثير من هذا المرض يعني صار سنوات وهو يعاني نرفع ايدينا له بالدعاء ان شاء الله بالشفاء وايضا لكل المرضى الراقدين في المستشفيات المرضى سواء داخل العراق وخارج العراق لكل المرضى نرفع ايدينا بالدعاء اتصال زهراء من ديقار سلام عليكم ورحمه الله السلام عليك يا امين الله السلام عليك يا امين الله السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على الذين بذلوا جهدهم دون الحسين السلام تدعين العائلة الكريمة تسجل أسماء إن شاء الله أنا والله أدعي لكم بس أنا أتمنى أريد المتصل من أسمع يزور أسمع أنه يذوب في زيارة أمير المؤمنين يذوب في عشق أمير المؤمنين إحنا اليوم أي والله أتمنى المتصل أنه يؤدي الزيارة يسلم على أمير المؤمنين يؤدي حق الزيارة اليوم عندنا مناسبة عظيمة هي ولادة الإمام الرضا عليه السلام والاحتفالات تقام في كل بقاع العالم وخاصة في إيران الجمهورية الإسلامية مدينة مشهد منذ 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع الولادة يسمى هناك في مشهد بأسبوع الولادة أسبوع لمدة أسبوع احتفالات أتمنى الزائر من يتصل خلي يذوب في عشق أهل البيت خلي يذوب في الزيارة بعد ذلك والله نسجل أسماء وأنا خادم لكم كلكم أسجل أسماءكم وشنو اللي تريدوا أنا حاضر ادعينا للوالده ان شاء الله بالشفاء والعافيه والوالد ان شاء الله الشفاء والعافيه للوالده والوالد ان شاء الله والموفقيه لكم ان شاء الله شكرا لكم اتصال اخر ام شوقي من كربلاء المقدسه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسعد الله ايامنا وايامكم اسعد الله ايامكم سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا أنيس النفوس أي والله أنيس النفوس يا سيدي يا مولاي السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي أنا عاد عليا مظهر العجائب تجده عاملا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي مولايتك يا علي يا علي يا علي يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بحق محمد وآل محمد وشاف وعاف كل مريض يا سيدي يا ابو الحسن يا الله الشفاء للمرضى كل مريض الى المرضى كل جميع المرضى بحق محمد وال محمد نحن بنعرضهم ان شاء الله وازور اصاله عني وعن والدي وعن والد والدي وعن السيد علي السيستاني والجيش والحشيد والقوات الامنيه وشهدائنا واهديها لزوجي ولاولادي ولبناتي ولاخواني ولاخواتي وجيراني جميع جيراني وجميع المرضى واهديها لهم جاسم مريضه ومعنا ذني مريضات فطير الشفاء ادعي تدعي لهم اي والله ان شاء الله الشفاء بحق محمد وآل محمد بحق وعدي وعدي من اي والله وعدي ذولا مرضى مصابين مرض خبيث اريدك تسجل اسمائهم تعدية جبار ويسرع عباس بالخبيث ذولا بعد ان شاء الله اي والله مو بس انا ادعي لهم انا اطلب من كل المؤمنين أيوة من كل المؤمنين هذول مصابين اسمعيني ام شوقي انا اسمعك أنا وانت الان عشرات الالاف يشاهدون هذا البرنامج على قناه كربلاء وعلى قناه العتبه العلويه في أيوة كل بقاع العالم
أطلب منهم أطلب منهم وأتوسل إليهم بحبهم إلى أمير المؤمنين أن نرفع أيدينا بالدعاء لشفاء المرضى ولشفاء ولشفاء من ذكرتي الأخ السعدية ويسرى الشفاء إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. وسيد خضير هم صار خطيه يا الله يا اي والله يا الله يشافيك وهديها القناة كربلاء ما ننساكم بالدعاء. شكرا لكم. الله يسلمك. رحم الله والديك. رحم الله والديك يا استاذ احمد. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله بحق محمد وال محمد. يا اخواني المرضى محتاجين الدعاء، دائما خلي ناثر على انفسنا انه ندعو للمرضى، ندعو للمرضى بالشفاء ان شاء الله. خطيه يعني المريض اليوم يحتاج من واحد يدعي له، يعني الدعاء يمكن سهل علينا احنا بس المريض يعاني من الم، خاصه المرضى اللي يعانون من امراض مستعصيه وامراض خبيثه. الله يكون بعونهم مما يشعرون من الام ويحسون بالام قويه وحالتهم النفسيه تعبانه. احنا فد شيء بسيط نقدمه لهم، نرفع ايدينا بالدعاء اللهم شافهم وعافهم، اللهم ارزقهم العافيه بحق محمد وال محمد، اللهم خفف عنهم الآلام والأحزان يا رب العالمين، اللهم ادخل السرور على قلوبهم يا الله يا أرحم الراحمين. دائما خيكون هذا دعانا في صلاتنا في زيارتنا. أم أحمد من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين وقطيع الكفين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، أسعد الله أيامكم يا سادتي ومواليه بذكرى ولادة سيد مولاي علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه وسعد الله أيام سيدتي مولاتي زهراء روحنا مباركين إن شاء الله. الله يرزقكم زيارة الإمام الرضا إن شاء الله عن قريب. آمين إن شاء الله. يا ربي سهل زيارتي، أنا عجني ورد من الله وأمير المؤمنين سهل زيارتي بحق يا محمد الله يا الله يا الله بحق يا أمير المؤمنين حق أمير المؤمنين. السلام عليك يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، إنا توسلنا وتوجهنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا سيدي مولاي يا أمير المؤمنين أقسم عليك بالزهراء لا دعيت لنا بتأجيل فرج آل محمد بحق محمد وآل محمد وشافي جميع المرضى وكل من أوصانا وحل جميع المشاكل يا الله بحق محمد وآل محمد. رحم الله والديك، تكتب اسم والدي الجبار المرحوم وهدي لجميع المؤمنين والمؤمنات والدي والدتي وإخواني ولكم إن شاء الله زيارة أمير المؤمنين روح له الفداء في الدنيا والآخرة يا الله ان شاء الله الشفاء بحق محمد وآل محمد. ايضا ان شاء الله احد زملائنا احد مصوري كادر قناه كربلاء الفضائيه زميلنا انور الجبوري والده ايضا يمر بحاله صحيه حرجه، نرفع ايدينا بالدعاء له ان شاء الله. ان شاء الله امين يا رب العالمين، يخفف عليهم ويشافيهم ويلبسهم ثوب العافيه بحق محمد وآل محمد بحق الامام الرضا روح له الفداء سلام الله تعالى عليهم في امان الله وحفظه. مع الف سلامه يا الله يا الله، نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. شكرا لكم، نسأل الله القبول. هبة عند اتصال، هبة من بلجيكا. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد المرسلين. وفي كل الدول الأوروبية كل دول العالم مباركين أيضا أنتم هناك الجالية العراقية والجالية المحبة والمؤمنة في كل بقاع العالم مباركين إن شاء الله. رحمة الله والديك مباركين إن شاء الله ويقضي حوائجكم بحق أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا سيدي ومولاي إنا توجهنا وتوكلنا بك إلى الله وقدمنا كريم من حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله
وأسألك بحقك عند الله أن يقبل حاجة كل محتاج، كل يشير هم كل مظلومين للضايق، ويشافي كل مريض بحق حلم إلى عند رب العالمين، بحق رشد الله يهتم بي وموتى في حاجتي، تفرح في قلبي تقضى حاجتي وزيارتك. يا الله ان شاء الله تقضى حوائجكم ان شاء الله وترزقون، انا ادعو لكم ان شاء الله ان ترزقون زياره امير المؤمنين، الله يرزقكم زياره الحسين ان شاء الله، وان شاء الله ترزقون لزياره الامام الرضا، انتم اكيد متشوقون لهذه الزياره، انا اعلم الحراره والشوق الذي انتم تحسون به وتشعرون به باشتياق كبير، اكيد اكيد انا متاكد من وافيك على هذه الدعوات ان شاء الله ترزقون الزياره مثلها واكثر لكادر كربلاء، يرزقكم ان شاء الله ويقضي حوائجكم ويطمئن يدينكم على هالخدمه بحق محمد وال محمد، الله يخليك ممكن يسجل اسماء رحم الله والديك. يا الله شكرا لكم، شكرا لكم، نسال الله القبول ان شاء الله ما نساكم من الدعاء. عندي اخر اتصال، أبو أحمد من البصرة، سلام عليكم. سلام عليكم، يا أمين الله، يا أمين الله، نهنئ العالم الإسلامي والإمام الحج عجل الله فرجه بولادة القمر الثامن من أقبار النبوة والإمامة السلطان علي بن موسى الرضا الراضي بالقضاء والقدر. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم لك حميد المجيد. السلام على الحبيب المصطفى ورحمة الله وبركاته، السلام على الولي المرتضى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين وعلى ربيعك آدم ونوح وجاريك هود وصالح ورحمة الله وبركاته، السلام على خديجة الغراء ورحمة الله وبركاته، السلام على فاطمة بنت أسد ورحمة الله وبركاته، السلام على فاطمة الزهراء شيخة الله ورحمة الله وبركاته، السلام على فاطمة أم البنين ورحمة الله وبركاته، السلام على زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته، السلام على فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته، السلام على رقية عزيزة الحسين ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسن بن علي المجتبى كريم آل البيت الهاشمي ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين بن علي الشهيد المظلوم المقتول عطشان بكربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام على أبي الفضل العباس العبد الصالح المطيع لله ولا رسول ولا أمير المؤمنين ولا الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد، الشكر لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم والله السلام. والله أنا أتمنى أستمر وياك، بس والله دقائق. أنا أدري بالشوق. أي والله بس باقي دقائق قليلة، دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى أختم البرنامج. شكرا لك. أشكرك الله. أنا أشكرك، أشكرك. لم يتبقى لنا الكثير أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وأيضا مشاهدي قناة العتبة العلوية المقدسة، إلا أن نؤدي زيارة أمين الله سوية بهذه الليلة المباركة، أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن إخواني وأصدقائي وأقربائي وجيراني وعن كل من أوصاني بالدعاء والزيارة، أتوجه إلى ذخري وذخيرتي وسندي ورجائي وأملي ومعتمدي وأقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، ولعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعواد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة،
وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعواد المزيد متواترة، ومواد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء لديك مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأتحف كلمة الباطل واجعلها السفلى. إنك على كل شيء قدير، وصلى اللهم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتنا المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية المقدسة، ومشاهدي قناة العتبة العلوية، أينما كنتم نتمنى أن نكون قد وفقنا في أداء الزيارة وفي هذه الحلقة، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة، الأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف لقناة كربلاء، كذلك الشكر إلى إدارة وكوادر قناة العتبة العلوية المقدسة. حتى ألتقيكم أنا وأنتم من حضرة أمير المؤمنين بصوت واحد، نقول السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمين الله. سبعة قبله كلهم مثله تلك أشبالي يا علي. فحوى علي يا علي، كم علي هفى للرضا مدنفا، جاء كي يشتفى ثم نال الشفا، حيث شافى علي يا علي. حجة الله عالي الجاه، حيث أغنى علي يا علي. شأنه الأرفع لم يزل يصدع، فهو الأمنع للورى يشفع، فارتضينا علي يا علي. عادل الأولياء عند رب السماء، حجة الله.